السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. ما المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في عام 2019؟ هل ستتفاقم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني أم أن حلولا تلوح في الأفق؟ هل يتصاعد العمل الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن فرص فوز الليكود في الانتخابات الصهيونية القادمة وتصاعد هجمة الصهاينة على مدينة القدس المحتلة؟ وفي زهرة المدائن طلبة القدس إبداع رغم الاحتلال، كما نتابع في ذاكرة فلسطين لهذه الحلقة ثورة البراق عام 1929، فتفضلوا بالبقاء معنا. القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. جروح القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلاقي لبس صخرتها، ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلالي بصخرتها، وأطفال يشوفوا المستقبل بعيون القدس. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. لا يبدو أن عام 2019 يحمل اختلافا كثيرا عن سابقه، فأزمة المشروع الوطني الفلسطيني تتفاقم والمصالحة لا أفق لها ولا فرصة لانتخابات فلسطينية جديدة، كما أن مزيدا من العزلة الداخلية ستشهدها حركة فتح بالإضافة إلى العلاقات الوطنية المتأزمة. أما على صعيد العمل المقاوم فيبدو أنه سيستمر، ولكن مع تصاعد التحديات التي تواجهه واستمرار الحصار في غزة وانسداد آفاق التسوية وفشل السلطة سياسيا واقتصاديا. أما على الصعيد الصهيوني فمن المحتمل أن يفوز الليكود وتتصاعد الهجمة الصهيونية على القدس مع زيادة في وتيرة الاستيطان. كل ذلك يجري في ظل بيئة عربية عاجزة وغير مستقرة، ولذلك لا يبدو أن تغييرا كبيرا مؤثرا على القضية الفلسطينية سيحدث، لأن 2019 حمل أزمات السنوات الماضية، ولعل قضية فلسطين تواجه في هذه السنة سنة صعبة لكنها سنة مخاض، تصب في بيئة انتقالية تدفع باتجاه انهيار مسار التسوية وتجربة أوسلو، وتعزز من فرص صعود خط المقاومة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها. هل يتفق ضيوفنا الكرام مع هذه القراءة أم لا؟ هذا ما نطرحه على ضيفنا الأستاذ صادق أبو عامر، كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا في الأستوديو. أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق معنا في هذا الحلقة. كما يسعدنا لاحقا أن نرحب بالدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ولكن نبدأ الآن بمشاهدة هذا التقرير فابقوا معنا. تصاعدت أزمة المشروع الوطني الفلسطيني عام 2018 كما شهدت تدهورا في مسار المصالحة وفشلا في مسار التسوية ومزيدا من الضغوط الأمريكية لفرض تصورات الليكود الصهيونية لحل القضية الفلسطينية، كما حملت في الوقت نفسه صمودا للمقاومة وإبداعا في مسيرات العودة وثباتا للشعب على أرضه في وجه برامج التهويد والاستيطان. الوضع متجه إلى التأزيم، السلطة تسير وفق خطة ممنهجة لاستكمال عملية فصل قطاع غزة وتركيع الناس. المطلوب هنا سحق الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية بكل السبل، عدم إدخال الأموال إلى قطاع غزة لموظفي السلطة لا يعاقب حماس بقدر ما يعاقب الشعب الفلسطيني بشكل عام.
ولا يبدو أن عام 2019 يحمل اختلافا كثيرا عن سابقه، فبالإضافة إلى الأزمات المزمنة في القيادة وفي المؤسسات التمثيلية الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة، وفي التنازع على أولويات بين مساري التسوية والمقاومة، بات من المرجح أنه لا مكان للمصالحة كما لا فرصة للانتخابات الجديدة، ما سيفسح المجال أمام المقاومة كي تبقى حاضرة وأن تتشكل في رحم 2019 بيئة انتفاضة جديدة. المقاومة وحدت الشعب الفلسطيني في الشارع خلفها، وأكدت أنها هي المخرج الناجح والناجع للحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية. ومن ملاحظة ذلك بدء إرهاصات الانتفاضة بجوانبها المختلفة في الضفة الفلسطينية المحتلة، وكذلك في قطاع غزة، إن كان الصمود في الميدان العسكري وليس فقط تآكلا على قدرة الردع، وإنما توازنا للرعب مع هذا الاحتلال. أما في الداخل المحتل، فالاتجاهات اليمينية والدينية المتطرفة في المجتمع الصهيوني لا تزال تمثل الأغلبية، وهي في تزايد واتساع، ويتوقع لها أن تفوز في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في ظل وجود دعم أمريكي قوي وتحت مظلة وإدارة ترامب، مع غياب الدور العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية دعما جادا، والذي سيدفع بالإسرائيليين إلى مزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في الثقافة السياسية الفلسطينية يعني يروج السياسيون مقولة أن العام القادم أو هذا العام سيكون عام محاربة الاستيطان مثلا، أو عام المقاومة السلمية، أو عام القدس حرة، أو إلى آخره. لكن كيف سيكون عام 2019؟ هذا هو السؤال المطروح في هذه الحلقة، وخاصة أنه يحمل أزمات عام يعني معبأ بكثير من الأحداث الكبيرة، خاصة تجاه قضية القدس وقضية فلسطين. أرحب معي في الأستوديو بالأستاذ صادق أبو عامر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق معنا في هذه الحلقة. في الحقيقة يبدو أن فعلا عام 2019 الذي يراهن عليه الناس سيكون عاما صعبا على القضية الفلسطينية، يحمل أزمات العام الماضي، وهي أزمات كثيرة، فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفيها نقل السفارة، وفيها أشياء كثيرة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الداخلية على صعيد القضية الفلسطينية. ما هو توقعك لهذا العام الذي نحن في الشهر الثاني من شهوره الآن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما يقال، في هناك تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. نعم. نحن على المستوى العقلي إذا نظرنا إلى الحقائق والوقائع ربما يعني ينتابنا شيء من الاكتئاب والإحباط، ولكن التجربة التاريخية وتمرس الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال يجعلنا نتفائل أن إرادته قادرة على تغيير هذه الحقائق، والعناد الفلسطيني الطويل سيجعل من أي قراءة حتى تستند فقط إلى الوقائع قراءة قاصرة. يعني دائما هناك عودنا الشعب الفلسطيني على أن نمزج ما بين الحقائق وأيضا مسألة المفاجآت والمعجزات التي يحققها الشعب الفلسطيني. ومن هنا يعني طبعا لا شك، إذا يعني عرضنا بعض الحقائق نرى أنه نتائج عام 2018، وهي تراكم لنتائج سنوات طويلة، يعني بدءا من تحول حركة التحرر إلى مشروع دولة، ثم إلى مشروع سلطة، ثم الآن إلى ما يشبه الإدارات المحلية أو البلديات الكبرى، خالي من السياسة، وتعتني بشكل أساسي أو تطلع إلى حلول اقتصادية وإنسانية، إن كان في قطاع غزة أو إن كان في الضفة الغربية، يجعلنا يعني نقول إنه الحركة المشروع الوطني الفلسطيني في أفول. طبعا هذا المشهد العام. إذا نظرنا إلى تركيب المكونات الفلسطينية نجد إنه هناك مشروع التسوية في أفول، ومشروع المقاومة هناك رهانات شعبية وشرائح من الجماهير بدأت تضع رهانات على هذا المشروع، لكنه يبدو أنه لا يملك كامل الأدوات وليس جاهزا تماما لملء هذا الفراغ، أن يرث المشروع اللي كانت تقوده حركة فتح والقيادة الرسمية للفلسطينيين.
يعني نحن نتحدث إذا لخصنا المشهد أن هناك أفول لقيادة منظمة التحرير وصعود لقيادة المقاومة، ولكن بحاجة هذه القيادة أن تمتلك بعض الأدوات حتى تكون جاهزة لملأ هذا الفراغ، وإلا سيكون الباب مفتوح لمبادرات إما شعبية يعني خارج الأطر التقليدية التاريخية للشعب الفلسطيني، يعني مبادرات شبابية مبادرات شعبية أو لمشاريع أخرى كما يعني تسعى بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ربما العدو الإسرائيلي بخلق يعني أجسام جديدة ونفوذ جديد في المشهد الفلسطيني. نعم، وهذا ليس بالأمر السهل في الحقيقة كما تعرف، لكن نحن إذا أردنا نتحدث في النقطة الأولى المتعلقة بأزمة المشروع الوطني الفلسطيني التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة خاصة ما بعد الانقسام الفلسطيني وأيضا في السنوات السنتين الماضيتين، ما مستقبل المشروع الوطني في ظل كما تفضلت أفول مشروع التسوية وتصاعد مشروع المقاومة وعدم وجود وحدة وطنية حقيقية على أرض الواقع وتحديات من النوع الثقيل الذي تواجه القضية الفلسطينية الآن؟ يعني الفلسطينيين ليس أمامهم خيارات كثيرة حقيقة، والعقل الاستراتيجي الإسرائيلي الذي البعض يتوهم أنه يعني عقل فقط متزمت ويمين هو يعني يتصرف بوعي كامل وبشكل استراتيجي يفرض حقائق. يعني هناك برنامج ثابت لإسرائيل، هو برنامج التهويد، برنامج الاستيطان، وبرنامج التطويق والحصار للشعب الفلسطيني، وأيضا على مستوى الشتات تقويض مسألة اللاجئين. هذا البرنامج الثابت هو يراهن على الوقت، يعني عندما طرح مثلا مشي يعلون فكرة استراتيجية اللا حل، هو يدرك أنه فرض الحقائق هي الضمان الوحيد، وانه طالما انه لا افق لحل مع الفلسطينيين لن يقبل الفلسطينيين باي عرض او اي طروحات اسرائيليه، ولذلك الاسرائيلي يجهز دائما يعني الادوات ويجهز المعطيات من اجل عندما يعني لحظه مثلا على سبيل المثال كما حصل في النكبه عندما جاءت قرارات الامم المتحده خدمت الجانب الاسرائيلي، كذلك الامر هو يتصرف على اساس انه لا افق لهذا الحل، ومن ثم علينا ان نفرض الحقائق. برنامج الاستيطان بشكل يوميا يتم مصادره الاراضي، يوميا يتم دفع الناس يعني على مستوى قطاع غزه، هناك يعني شكل ما من تدفيع الدم، يعني فاتوره الدم في غزه وفاتوره ارض في الضفة الغربية على يعني هذا. نعم. اختصار المجموعة استيطانية بهذا الاسم دفع الثمن أصلاً. نعم هناك مجموعة. ففي هذا الإطار نحن يعني نلحظ البرنامج الإسرائيلي الثابت. في المقابل الفلسطيني إما أن يعني يدير يعني يتوافق باتجاه بناء استراتيجية وطنية فلسطينية قادرة على حشد الطاقات والإمكانيات من أجل مواجهة هذا المشروع، أو أن يبقى هذا التناحر والاقتتال وليس الاقتتال خلينا التناحر والانقسام ليفتت ويضعف ما تبقى من قدرات للفلسطينيين. الخيار الثالث، هنا خيار ثالث ربما يعني يمكن طرحه، هو إدارة الاختلاف والتعايش وربما الاستفادة من هذا الاختلاف في تبادل الأدوار بيننا كفلسطينيين. يعني الإسرائيلي دائما يسعى إلى حرمان الشرعية من القوة وحرمان القوة من الشرعية. هذه دائما المعادلة، يعني في قطاع غزة هناك قوة لكن تفتقد إلى الشرعية، وفي الضفة الغربية هناك شرعية لكنها محرومة من القوة أو لا تملك قوة تفرض إرادتها. المطلوب هنا فلسطينيين أن تجتمع هذه القوة أو أن تدير شكل ما من الحوار وتقوم بمجموعة من البرامج لبناء الثقة على مستوى معين. يعني ليس بالضرورة أن يكون فقط النقاش الوحيد بيننا كفلسطيني هو أزمة النظام السياسي الفلسطيني. نعم. وأنا أعتقد وبحكم يعني عملي في مجال استطلاعات الرأي سابقا أن الفلسطينيين موحدين حقيقة. يعني المزاج العام للفلسطيني يعني لم ينتقل هذا الانقسام في النخبة السياسية أو جزء من النخبة السياسية إلى الشارع الفلسطيني، لا زال الشارع الفلسطيني يتطلع دائما إلى أشكال وحدوية يعني لكن في نعم في القيادة. على الرغم من ذلك الانقسام في النخبة أثر كثيرا على مسار القضية الفلسطينية. اسمح لي أطرح هذا السؤال على دكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. مرحبا بك معنا دكتور عبر الخط الهاتفي من بيروت. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور في الحقيقة يعني هذا الموضوع يحمل كثير من التساؤلات، ولا سيما أن الشعب الفلسطيني يبحث عن مخرج ما لهذه الأزمات المتفاقمة التي يعيشها من خلال انتخابات
ديمقراطية نزيهة من خلال وحدة وطنية ومصالحة حقيقية وغيره من الأساليب، لكن ثمت مشكلة حتى هذه اللحظة في التوصل لحل لهذه الأزمات المتفاقمة. ما هي توقعاتك على صعيد المشهد الفلسطيني أولا لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما نتمناه بالتأكيد أن تتحقق هناك وحدة وطنية على الأرض، مجموعة مدعومة بأمتها العربية والإسلامية وبالدعم الإنساني العالمي لقضية قضية حق وعدل هي قضية فلسطين. لكن على أرض الواقع للأسف الذي يمسك بصناعة القرار الفلسطيني في قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة الفلسطينية يعني لا يمارس سياسة تسعى المشروع الوطني الفلسطيني، يمارس سياسة هيمنة لفصيل معين واحد ويحاول أن يفرض سياسته وبرنامجه السياسي على الأرض. هذا للأسف يجعل أفق المصالحة الفلسطينية غير قابل للتنفيذ، وأيضا يحاول أن يفرض مسار معين هو مسار الاتفاقات أوسلو واللي يرفضها معظم الشعب الفلسطيني، ومسار أيضا التعاون أو مسار التسوية الأمني مع السلطات الإسرائيلية. هذه مسارات بشكل عام الحالة الفلسطينية لم تعد تقبلها ولا تتبناها. فلذلك ما أقوله أنه المشهد لا يدعو للتفاؤل في الأشهر القليلة القادمة، ولا يدعو أيضا للتفاؤل من عمل انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة على الأرض، لأنه نفس البيئة السياسية للأسف هي أصبحت مسممة بالقرارات الفوقية التي أخذت عبر ما يسمى بالمحكمة الدستورية وحل المجلس التشريعي، وبالتالي الأجواء الفلسطينية بدل أن تدفع باتجاه بناء الثقة دفعت باتجاه مزيد من التأزيم بين أطراف الفلسطينية، وبالتالي لم يعد المشهد كثيرا يدفع للتفاؤل في الأيام القادمة. نعم دكتور، على صعيد العمل المقاوم يعني هناك توقع أنه سيزداد رغم التحديات التي تحيط به سواء في غزة أو في الضفة الغربية، هل هذه التوقعات واقعية فعلا، ولا سيما أننا أمام حصار خانق على غزة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وأمام مقاومة ضعيفة بكافة أشكالها في الضفة الغربية؟ يعني العمل المقاوم هو حالة فلسطينية دائمة بأشكال مختلفة وبوتائر مختلفة، يصعد وينزل، تصعد أمواجه وتنخفض، لكنه لا يتوقف. الشعب الفلسطيني بطبيعته شعب مقاوم، وحالة المقاومة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني تمتد عبر قرب من الزمان. فالموضوع المقاومة هو موضوع مرتبط بتركيبته وبجيناته وبعزته وبكرامته وبرباطه على الأرض. الصعود والهبوط مرتبط بأن الحالات الانتفاض تأخذ أوقات وتستهلك الجهود والدماء إلى آخره دون وجود ظهير عربي وظهير إسلامي حقيقي، وبالتالي عندما تحدث حالة انهاك تحدث نوع من الهبوط، ثم بعد ذلك تحدث حالات صعود بظروف مختلفة، لكن المقاومة مستمرة. الذي يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حالة المقاومة موجودة، المقاومة هي التي تسيطر على الأرض الواقع في قطاع غزة، وهي التي بنت بنى تحتية هائلة وضخمة من مواجهة العدو الصهيوني في ثلاث حروب، وأرغمت الجيش الإسرائيلي ونوف الجيش الإسرائيلي في التراب، فعبرت عن عزة وكرامة الإنسان الفلسطيني الذي يعبر عن إرادة أمته العربية والإسلامية. وفي الضفة الغربية المقاومة أيضا عبرت عن نفسها في انتفاضات مختلفة وآخرها انتفاضة القدس، وما تزال خيوطها موجودة. التقارير التي يعترف بها الشباك الإسرائيلي المخابرات الإسرائيلية تقول أن السنة الماضية العمليات المقاومة زادت عن 3000 عملية، من بينها ما لا يقل عن 400 عملية بأشكال مختلفة، يعني فيها يعني استخدام أسلحة ومحاولات دهس وغيرها، كلها تدل على أن هناك حالات مقاومة حقيقية ومستمرة، والإعلام لا يغطيها بالشكل المناسب، وربما الخسائر الإسرائيلية لا تكون كبيرة. حالة المقاومة موجودة. التعاون الأمني الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
وكشف كثير من خلايا المقاومة والتعاون بين الطرفين يضعف البيئة المقاومة، لكنه لا يعني أن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وشعب يريد أن ينطلق باتجاه المقاومة. وبالتالي استنتاجنا يقول نعم، حالة المقاومة بيئة المقاومة موجودة وهي تنتظر ظروف أفضل ربما للانطلاق، والظروف الاستثنائية التي لا تعيشها لا تعني أن هذا الشعب لا يجهز نفسه للمقاومة ولا يتطلع للمقاومة، وأن البيئة الفلسطينية الآن تعيش مخاضا قد يؤدي إلى انتفاضة جديدة. هذا يعيدنا للحديث عن نقطة مهمة أشار لها الأستاذ صادق، سأعود لك في للاستماع لرأيك عنها أو فيها دكتور بعد قليل، لكن أنت أشرت أستاذ صادق عن موضوع أنه هناك يعني هبوط في مسار التسوية وتصاعد في أو صعود في مسار المقاومة. في الحقيقة يعني هذا يعني كلام قد يحتاج إلى مزيد من النقاش، بسبب أن الحديث عن مسار تسوية غير مرتبط بأنه أصبح مطلب فلسطيني لنخبة فلسطينية معينة في المنظمة أو في حركة فتح، وأصبح مطلبا إسرائيليا ومطلبا أمريكيا أيضا. يعني العالم لن يسمح لهذا الخيار أن يسقط، ولن يسمح لخيارات أخرى أن تصعد، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة. فإلى أي مدى فعلا يمكن السماح لهذا الخيار بأن يفشل ولا يحقق ما أسس له منذ البداية؟ احنا عندما نتحدث عن مشروع التسوية القائم على حل الدولتين هو الذي سقط، سيكون هناك أشكال جديدة، يعني ستكون هناك نخب جاهزة ربما يتم تجهيزها الآن أو لاحقا لتقبل أشكال أكثر، يعني سقفها متدني أكثر من سقف حل الدولتين. أما عندما نتحدث أنه البرنامج المقاومة أصبح لديه يعني رهانات، هناك يعني جمهور فلسطيني يتطلع إلى أن تأخذ قيادة المقاومة دورها في القيادة العامة للشعب الفلسطيني، القيادة الرسمية يعني في مؤسسات رسمية وشرعية للشعب الفلسطيني، هذا شيء لا يمكن تغاضي عنه. على سبيل المثال ننظر إلى كل القوى الوطنية والإسلامية في الشارع الفلسطيني، نجد أنه حتى الجبهة الشعبية يعني غالبية الفصائل المنظمة التحرير تلتف الآن حول أو لديها شكل ما من التنسيق بينها وبين حركة حماس مثلا وبقية قوى المقاومة. يعني مثلا نستطيع أن ندلل على ذلك، هناك مثلا هيئة غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية، هناك هيئة التنسيق العليا لمسيرات العودة، كلها أجسام تدل على أنه هناك شكل ما يتبلور أو أجسام ما تتبلور في ظل قيادة المقاومة، في حين هناك حالة نفور وحالة يعني تفكك في برنامج أو في مشروع التسوية. هذا ما قصدته يعني. نعم دكتور، في هذه النقطة تحديدا أيضا أريد أن أستمع إلى رأيك في موضوع يعني مستقبل التسوية، ولا سيما في ضوء هبوط دور السيد محمود عباس وربما غيابه المحتمل عن المشهد في هذا العام في العام القادم الله أعلم بطريقة أو بأخرى، فكيف سيكون فعلا مستقبل هذا الخيار في ظل التحديات الجديدة أمام حركة فتح والسلطة وقيادة المنظمة؟ يعني بالنسبة لمشروع التسوية السلمية اللي هو بني على أساس اتفاق أصله، هو أصلا يعني حمل بذور فشله في ذاته، وكان يفترض أن الدولة الفلسطينية تقام بعد 5 سنوات من اتفاق أوسلو، يعني سنة 98. نحن الآن نقعد أكثر من 20 سنة من فرضية قيام الدولة وهي لم تقم، وإنما الذي ثبت أن الطرف الإسرائيلي استخدم اتفاقيات التسوية حتى يدير مشروع التسوية كغطاء لمزيد من الاستيطان ولقضم الأرض ولفرض الحقائق على الأرض، بحيث أن السلطة الفلسطينية التي كان يراد لها أن تتحول إلى دولة فلسطينية تحولت مع الزمن إلى كيان يخدم أغراض الاحتلال أكثر مما يخدم مشروع إنشاء دولة فلسطينية، وبالتالي تحولت إلى كيان هجين ومشوه للأسف لا يعبر عن أي تطلعات للشعب الفلسطيني. وبالتالي مسار التسوية في الشكل الذي بني عليه هو أساسا يعني أدى إلى نهاية فاشلة. مشروع الدولتين كما كشف كان واضح تماما أنه عندما وضع على أساس أن القضايا الرئيسية سوف يتفق عليها لاحقا وهو بخلاف كل اتفاقيات التسوية، عادة اتفاقيات التسوية
يتفق فيها على القضايا الكبرى، ثم بعد ذلك يترك الأمر للتفصيلات المفاوضات. هنا القضية كانت معكوسة، اتفقوا على بعض التفصيلات المتعلقة بحكم ذاتي، لكن القضايا الكبرى المرتبطة بالدولة الفلسطينية وسيادتها وحدودها وعودة اللاجئين والاستيطان والقدس، كل هذا لم يتفق عليه. بمعنى أن هذه القضايا تركت برغبة ورضا الطرف الإسرائيلي، وهذا معناه أن الموضوع يعني مستقبل فشل. ما أريد أن أقوله هنا أنه في النهاية كان الحد الأقصى الذي يقدمه الإسرائيلي لا يصل إلى الحد الأدنى ليقبله الطرف الفلسطيني الموافق على المفاوضات وعلى مسار التسوية، فضلا عن أن توافق عليه القوى الأخرى التي رفضت مسار أوسلو أصلا. وبالتالي ظللنا مع موضوع الحد الأدنى والأعلى، لم يصل أبدا الحد الأعلى الإسرائيلي إلى الحد الأدنى الفلسطيني، ولا يوجد له أي أفق. والذي نتج الآن أننا أمام مجتمع صهيوني يميني متطرف تطرفا، وحالة فلسطينية واهية متداعية في بنيانها المؤسسي والقيادي والتنظيمي وأشكال العمل التنسيق السياسي. وبالتالي نقول بكل بساطة أن مشروع أوسلو تقريبا فقد قيمته وفقد أفقه. ما يحاول عليه الآن أن يعني توضع له أقدام من طين من عجين حتى يقف، لكن لا أفق له. ولذلك الذي نلاحظه السياسة الأمريكية هو محاولة فرض من الخارج، بمعنى أنه لا يوجد له أفق، لا إسرائيلي ولا فلسطيني ولا عربي. فالأمريكان من خلال ما يعرف بصفقة القرن يحاولوا أن يفرضوهم فرضا على الناس بإرادتهم، وهذا أيضا لا يمكن، لأن صاحب القرار في النهاية هو الإنسان الفلسطيني والإنسان العربي والإنسان المسلم الذي سيفرض إرادته ما دام له الإنسان. يبدو أن الاتصال انقطع بدكتور محسن صالح. نشكرك دكتور على ما تفضلت به من إجابات، وننتقل لضيفنا في الأستوديو مرة أخرى. أستاذ صادق، يعني الحديث في هذا الموضوع يحمل الكثير من الأبعاد، ولا سيما أن هناك محاولة دائما للمقارنة بين نموذج العمل المقاوم ونموذج التسوية، وإلى أين وصل كلا النموذجين بشعبنا الفلسطيني، وهي مقارنة ظالمة بالمناسبة، وكأن الشعب الفلسطيني مطلوب منه أن ينسق مع الاحتلال ويصل إلى تسوية سياسية مع الاحتلال. هذا المفهوم الجديد الذي تحاول قيادة أوسلو إقناع الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عقدين به. إلى أي مدى نجحت المقاومة الفلسطينية في السنوات السابقة على تعزيز مفهوم هذه مفاهيم المقاومة المسلحة وغيرها، وعلى تقوية أيضا قواها الداخلية في مواجهة الاحتلال؟ يعني لا شك أن المقاومة الفلسطينية في ظل يعني الظرف والشرط الإقليمي والدولي، بمجرد قدرتها على البقاء، ولا أقول يعني ما هو أكثر من ذلك، هذا إنجاز يعني أن تحافظ على بقائها وأن تحافظ على صمود الناس وأن تحافظ على سلاحها وأن تكون لديها الاستعدادية والجهوزية للمواجهة وصد أي عدوان، هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز يعني يجب أنه يعني في ظل موازين القوى يجب أن نقر في ذلك. لا شك أنه هذا أقل بكثير من طموح الفلسطينيين. لم تكن المقاومة عندما يعني ثابرت وجاهدت لم تكن تطلع إلى أن تكون محصورة في قطاع غزة ومطوقة ومحاصرة، لا شك هذا أقل بكثير من طموحها. ولكن في ظل كما قلت شرط الإقليمي والدولي وأيضا حتى الفلسطيني، يعني للأسف حتى السلطة الفلسطينية تحولت إلى وكيل للاحتلال وأداة من أدوات الحصار وفرض العقوبات على المقاومة الفلسطينية، بل يعني أصبح يعني شعور هناك شعور وانطباع أن كلفة المصالحة سياسيا بالنسبة للمقاومة مع طرف السلطة الفلسطينية أعلى من حل يعني حل تهدئة مثلا أو هدنة مع الاحتلال. نعم، يعني بمعنى أن هناك تكاليف يعني بسبب وبطريقة إدارة السياسة لدى السلطة الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية تعطي الانطباع دائما لدى قطاع واسع من الفلسطينيين أن ما تحاول السلطة هو فرض استسلام كامل وشامل. حتى الاحتلال لا يجرؤ على طرح مثل هذه المطالب ومثل هذه يعني الشروط على قيادة المقاومة. نعم. هذا من جانب. أيضا في على مستوى الضفة الغربية هناك دائما يفاجئنا الأجيال الفلسطينية كثير، يعني نتحدث عن الأجيال ما بعد السور الواقي
دائما يكون لديها مبادرات. يعني شوف لاحظنا ذلك في 2015، لاحظنا ذلك في حتى قبل أسابيع قليلة كانت هناك مجموعة من العمليات، مثلا الشهيد أشرف نعلوة وصالح البرغوث وغيرهم من الذين سطروا نماذج رائعة جدا في العمل المقاوم بمبادرات ذاتية ومبادرات فردية أثلجت صدور الفلسطينيين، وأيضا خلقت نموذج أنه من قال أن يعني أن الإسرائيلي كلية القدرة في مسألة التحكم والسيطرة في قطاع. هذا ما يحاول الاحتلال أن يعني يترك في أذهان الفلسطينيين، لكن حقيقة الاحتلال قوته تكمن في ضعف إدارتنا كفلسطينيين كيف ندير الصراع. يعني أعتقد أن مشكلتنا كفلسطين ليست في الموارد وليس في القدرات، مشكلتنا كيف نوظف هذه الموارد وهذه القدرات في معادلة الصراع بيننا وبين الاحتلال، في حين الاحتلال يركز على ضعفنا وليس على قوته. إذا نظرنا إلى النقاشات الداخلية ونقاط ضعف هذا الاحتلال ونقاط قوته، نجد أن الاحتلال أيضا في مآزق كثيرة، مآزق استراتيجية كبيرة جدا لا تقل عن يعني المشاكل التي يواجهها الفلسطيني، ولكن هو ربما لديه مؤسسة تستطيع أن تدير هذه التناقضات وهذه الإشكالات، ويعني إعطاء مظهر قوة دائما في مقابل ضعف الفلسطيني. نعم. على ذكر إدارة هذا الصراع، يعني أنت أشرت قبل قليل إلى وجود غرف عمليات مشتركة عسكريا وأمنيا تعمل من خلالها المقاومة، وهناك موقف شبه موحد لفصائل المقاومة في غزة باليسار واليمين. يعني إلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا على العمل السياسي الحقيقي في الموقف السياسي وليس فقط في المواقف من بعض الإجراءات التي يتخذها محمود عباس، وبالتالي مراكمة هذا الجهد للقول بأن هؤلاء الناس ليسوا في صف حركة حماس أو في صف حركة الجهاد، وإنما هؤلاء الناس يشكلون جبهة وطنية في مواجهة خيار التسوية الذي أودى بهذه الحالة الفلسطينية؟ بدون أدنى شك أن تتعزز الثقة في الميدان ستنعكس آجلا أم عاجلا في السياسة. جميل. وهذا يعني واضح جدا الآن، مثلا النقاشات حول تشكيل الحكومة فشلت، المشاورات حركة فتح واللجنة مع بعض التنظيمات مع التنظيمات، أغلب التنظيمات رفضت هذا الشكل من الإقصاء لحركة حماس، يعني بمعنى تشكيل الحكومة بمعزل عن قوى المقاومة والشريك الطبيعي الذي يتمتع بشرعية مقابل شرعية حركة فتح. يعني هناك نحن نعرف أنه في الساحة الفلسطينية هناك شرعيتين، شرعية حركة حماس عبر المجلس التشريعي وشرعية فتح عبر الرئاسة. استبعاد شرعية حماس كلية وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير اللي هي كثير منها تضاءلت قدرتها وحضورها الجماهيري، يعني حتى هذه الفصائل غالبيتها رفض ذلك، وهذا انعكاس للثقة التي تعززت في الميدان، لأنه القوى المقاومة هي لديها حضور تنظيمي قوي جدا داخل تنظيماتها، وستستطيع أن تفرض على قياداتها السياسية شكل ما من التوجه السياسي، وبالتالي يعني هذا شكل ما من النجاح للمقاومة الفلسطينية. هل تتوقع في المستقبل أن تتشكل إرادة سياسية ما من مجموعة هذه الفصائل؟ يعني نحن نلاحظ الآن في الساحة الفلسطينية أن هناك انسجام لدى كثير من الفصائل سواء في المنظمة أو في غير المنظمة حول كثير من المواقف السياسية والقضايا الوطنية. هل تتوقع أن يصل هذا إلى مستوى التنسيق ومستوى يعني الأداء السياسي المحترف الذي نتمناه ونتوقعه؟ يعني هناك تطور في الأداء السياسي لمجمل القوى والمكونات الفلسطينية، أنا خصوصا نتحدث عن قيادة حركة حماس اللي هي الفصيل أو العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية، تطور في أداء المقاومة، تطور في وعيها لأهمية وضرورات الشراكة الوطنية، وأنه الأعباء الملقاة على عاتق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تدار بعقلية فردية أو عقلية حزبية ضيقة، وإنما بمجموع هذه المكونات ومجموع هذه القوى الفلسطينية. وهذا يعني واضح عندما حتى تحدث دكتور محسن يحيى السنوار عندما تحدث، أستطيع أن أتحدث باسم المقاومة، يعني كان لافت جدا هذا، يعني أنا اليوم بإمكاني أن أتحدث باسم المقاومة، ووافقوا غالبية قيادات الفصائل المقاومة. هوية الصراع أو هوية الانقسام الآن في الساحة الفلسطينية لم يعد منظم التحرير وغير منظم التحرير، إسلامي وعلماني، أو يعني الاستفاف في الساحة الفلسطينية يعني هو
من 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 ارقى الصفات على يعني على كل علات واشكالات الانقسام. نعم. الهويه تقول انه انت مع المقاومه او ضد المقاومه، انت مع يعني مقاومه الاحتلال ومواجهه هذا المشروع الاحتلالي، ام ترضى بوضع يعني يفرض الاحتلال على الساحه الفلسطينيه. هذا الشكل لا يعني لا يجعلنا نخشى كثيرا على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، يجعلنا انه مطمئنين انه في لحظه من اللحظات البرنامج الاكثر قدره على التشغيل الوطني. نعم. البرنامج الاكثر قدره على خلق برامج حقيقيه وفاعله على الارض هو من يستطيع ان يكسب الجمهور ويستطيع ان يخلق اغلبيه على مستوى الجمهور، وبالتالي تكون له القياده الفعليه، والعالم. نعم. بالنهايه سيتحدث مع القياده الحقيقيه. نعم. في محاولة استشراف مسارات هذا العام على صعيد القضية الفلسطينية يحضر الدور الأمريكي بقوة، وخاصة في القرارات الأخيرة التي اتخذها ترامب، ويحضر العجز العربي أيضا الذي يعني بدأ بشكل واضح من خلال الحديث عن تمرير صفقة القرن التي لا يعرف الناس يعني بنودها حتى هذه اللحظة. بالنسبة للدور الأمريكي والعجز العربي، كيف يمكن أن يؤثر على مسار الأحداث، وهل يمكن فعلا تجاوز هذه القوى الفلسطينية وفرض ما يريده الأمريكان والصهاينة؟ هم طبعا يخططوا، ويعني ربما بعض المحللين والخبراء أشاروا إلى أنه أساس فكرة صفقة القرن يعني حتى التعبير هو تعبير لا يعكس حقيقة هذه، تعبير يعني تجاري هو لن تكون هناك صفقة، يعني هو أصلا لا تحتاج إلى طرف آخر ليعقد الصفقة معه. ستكون هناك حقائق، هناك حقائق تسير على الأرض، وسنكتشف نحن كفلسطينيين أن المشهد تغير كلية. هذا ما يتطلع له الفريق الأمريكي الليكودي، عمليا هو يعني أكثر يمينية، حتى ربما يزاود على اليمين في إسرائيل. يعني إذا نظرنا إلى تشكيلة الفريق المعني بمسألة الشرق الأوسط والمعني بالمسألة الفلسطينية. لا شك في ظل يعني ايضا العجز العربي الواضح، يعني هناك يعني انشغال عربي بقضايا داخليه وازمات اقتصاديه وازمات امنيه وموضوع مكافحه الارهاب وكل هذه الاجنده التي يعني في يعني تكون على حساب مركزيه القضيه الفلسطينيه. يعني تاريخيا مركزيه القضيه الفلسطينيه جعلت يعني دائما كانت تشكل نقطه توافق ونقطه ومساحه اشتراك عند المجمل العربي، يعني كانت وركيزة هذه المركزية كانت التضامن العربي. نعم. اليوم في ظل الانقسامات العربية والمحاور، ما يسمى المحاور العربية، محور يعني غالبه يعني بالنهاية يصب في الاتجاه الإسرائيلي، ومحور آخر إيراني مثلا، ومحاور لم تتشكل، كل هذه الفوضى في شكل الصراعات والاصطفافات لا شك يترك أثره البالغ على القضية، ويترك الفلسطينيين فريسة يعني سهلة أمام الإسرائيل. يعني هذا يجعل الفلسطينيين يجعل اسرائيل تستفرد بالفلسطينيين وتستقوي عليهم بالضغط يعني العربي. في دقيقه ونصف استاذ صادق، يبدو ان الدور المصري يعني ياخذ في الاونه الاخيره، في الشهور الاخيره، يعني حضورا اقوى مما كان عليه في الاعوام السابقه، وهذا الحضور ينعكس من خلال احتضانها للحوارات الفلسطينية وجمع الفصائل والاستماع إليها والمحاولة المساهمة في تشكيل حكومة وما إلى ذلك، وحتى اللقاء الأخير الآن في وجود حماس والجهاد الإسلامي كقوى مهمة على الساحة الفلسطينية. الدور المصري كيف سيكون خلال المرحلة المقبلة؟ يعني لن يختلف كثيرا عن عام 2018. يعني واضح هناك تلزيم للملف الفلسطيني أو ملف الفصائل الفلسطينية للجانب المصري. يعني هذا صار مفهوم في طبيعة النظام الإقليمي، كيف توزع في بعد الأمني فقط ولا في بعد سياسي واضح؟ هو يعني طبعا هناك أبعاد سياسية، لكن الأدوات اللي تستخدم هي أدوات أمنية. يعني هو للأسف يتم التعامل مع المشهد الفلسطيني عبر ورشة أمنية. يعني فكرة عقل غرفة العمليات تدير على كل الصعد، على الصعد الأمنية والسياسية والإعلامية والاستخباراتية وكل هذه المسائل، ونحن الفلسطينيين لم يعني ننضج حتى الآن غرفة عمليات تواجه هذه المخططات. واضح. وهذه أشكرك، وصلت الفكرة أستاذ صادق أبو عامر كاتب المحلل السياسي، كنت معي في الاستوديو، وشكري موصول للدكتور محسن صالح الذي كان معنا من بيروت. ألتقيكم بعد فاصل وفقرة أخرى، فابقوا معنا. مشاهدين.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في القدس المحتلة يبدع الطلبة الفلسطينيون رغم كل محاولات التضييق عليهم، فينتمون إلى أفضل الجامعات ويتخرجون بأعلى الشهادات، وكذلك الإبداع الفلسطيني الذي تعودنا عليه من شباب القدس وشابات القدس التي تحكي نور نجيب الطالبة المقدسية جزءا من معاناتهم تحت الاحتلال، كيف يصلون إلى جامعاتهم وكيف يعودون في ظروف صعبة تؤثر على مسيرتهم التعليمية. فلنشاهد. أنا نور نجيب من سكان حي باب حطة في البلدة القديمة في القدس، طلبة سنة رابعة في جامعة بير زيت في رام الله. على الرغم من وجود جامعة بير زيت على بعد ما يقارب 25 كيلومتر عن مكان سكني، الطريق اللي المفروض انها تاخد نص ساعة او 40 دقيقة بتاخد ساعتين وثلاثة بين مواصلات ومسافة طريق وحواجز. من أصعب المواقف اللي ما بتروح عن بالي خلال هاي السنوات اللي قضيتها وأنا بمر عن حاجز قلنديا، طبعاً في دائماً على طول في تفتيش مذل على حاجز قلنديا، فكانت واحدة من المواقف إنه طلب الجندي اللي موجود من صديقتي إنها تخلع الجلباب وتحطه في ماكينة الفحص. أي إشي صار يصير في القدس بيسكروا كل أبواب البلدة القديمة، يعني باب الزاهرة، باب العمود، يعني اللي بيكون مروح من الجامعة وبيكون ماخذ كل هذا الوقت مسافة الطريق بيضطر كمان يضله برا بيته وبرا البلد لحد ما يتم فتح الأبواب. أضعف الإيمان إنه إحنا نقاوم بعلمنا وبشهاداتنا، اللي هي صمودنا بيكون بإنه إحنا كل يوم ضاعف أعداد الطلاب اللي عمالهم بيروحوا على الجامعات. أهلا بكم. في ذاكرة فلسطين نطل اليوم على ذكرى مهمة جدا تعكس مدى حضور المقدسات الإسلامية في ذاكرة ووجدان الشعب الفلسطيني، لنتحدث عن ثورة البراق التي اندلعت عام 29 و900 وألف، لتؤكد أن حائط البراق الذي يسميه الصهاينة حائط المبكى هو حائط إسلامي فلسطيني عربي، ورمزيته الإسلامية المقدسة معروفة لكل المسلمين، لذلك لن يصبح يوما يهوديا. وقد اندلعت الثورة في ذلك الزمان وتندلع ثورات حتى الآن دفاعا عن هذا الحائط والمقدسات. فلنتابع. أرادوا هذا المكان المقدس شاهدا على نحيبهم وبكائهم، وأبى الله إلا أن يكون حائطا للبراق وركنا من أركان الأقصى، يطلق في وجوههم ثورة الشموخ كلما حملوا إليه مدامعهم. ثورة البراق عام 1929 من الميلاد
قام اليهود في يوم الغفران بحشد الآلاف من نسائهم ورجالهم عند الحائط التاريخي حائط البراق، وأعدوا المكان لممارسة طقوسهم. فهب المسلمون يدافعون عن مقدساتهم بشدة، وعمت عرب القدس موجة من الغضب العارم سرعان ما تسربت إلى مدن فلسطينية أخرى حتى شملت فلسطين كلها. فتدخل البريطانيون لاحتواء هذه الغضبة، وتصاعد الموقف وقامت تظاهرة يهودية حاشدة في شوارع القدس يوم 15 من أغسطس عام 1929 من الميلاد. وطاف المتظاهرون شوارع القدس حتى اقتربوا من حائط البراق، فرفعوا علمهم وأنشدوا نشيدهم القومي وتطاولوا على المسلمين بالألسنة. انتشرت الأخبار في القرى العربية حول القدس باعتزام اليهود مهاجمة حائط البراق، فأقبل المسلمون نحو القدس بأعداد كبيرة صباح يوم الجمعة 23 من أغسطس. وعقب الصلاة هاجم المسلمون أحياء اليهود في القدس، ولم يمنعهم من ذلك نيران القوات البريطانية التي فتحت عليهم. عمت باقي المدن الفلسطينية موجة عارمة من الاحتجاجات، واشتعلت نيران الانتفاضة في الخليل، واستطاع العرب أن ينهوا الاستيطان في هذه المدينة. كما انتشرت الانتفاضة في صفد وغيرها من المدن الفلسطينية ضد اليهود وحلفائهم البريطانيين. عقبت الأحداث إجراءات عسكرية بريطانية قاسية تجاه الفلسطينيين والمشاركين في الاضطرابات، وتم فرض غرامات باهظة وإجراءات انتقامية شديدة. بعد انتهاء انتفاضة البراق بأسبوعين، عينت لجنة عرفت باسم لجنة شيو للتحقيق في أحداث الانتفاضة واتخاذ التدابير لمنع تكرارها. وبعد أكثر من 5 أشهر من العمل، قررت اللجنة أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط. كانت ثورة البراق أولى الثورات التي عمت كل فلسطين، وكان الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وراء التخطيط والإعداد لهذه الثورة التي أدرك الفلسطينيون تماماً بعدها أن المشروع الصهيوني تحميه الحراب البريطانية، وأن صراعهم يجب أن يوجه بالدرجة الأولى ضد بريطانيا نفسها. صفحة من ذاكرة أمة ارتوت بماء الصمود، وجرى النضال في دمائها، ولا زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن ملحمة بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.